وتشرفنا بزيارة الزميلين إلى بغداد، وهذه زيارة ضمن السياقات الموجودة بين الإطار الثلاثي أو الدول الثلاث في عقد اجتماعات مستمرة وتداول مستمر بيننا حول قضايا تخص البلدان الثلاثة وأيضا قضايا تخص المنطقة والعالم. في الفترة الحالية وفي هذه المرحلة نواجه جميعا تحديات كبيرة وعديدة، وبعد التحدي الكوني في مواجهة مرض الكورونا بدأنا نتحدى أيضا تحدي ليس أقل خطرا من مرض الكورونا، وهو تحدي الحرب. صحيح أن الحرب الروسية الأوكرانية جغرافيا لها علاقة بأوروبا، ولكن أبعاد هذه الحرب تؤثر على الكثير من الدول والعديد من المجتمعات، ومن ضمنها المجتمعات والدول في هذه المنطقة. تم دراسة تأثيرات وأبعاد هذه الحرب على الوضع السياسي ووضع الاقتصادي والتضخم الاقتصادي المتواجد في المجتمعات والأسواق، وأيضا تأثير هذا الحرب على أزمة الطاقة وإدارة أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة من ضمنها النفط والغاز، وتأثير هذا التضخم الاقتصادي على مجتمعاتنا جميعا. وأيضا تطرقنا إلى مجموعة من القضايا تخص المنطقة، وتحدثنا كيفية العمل المشترك في مواجهة هذه التحديات. نحتاج إلى العمل المشترك والتخطيط المشترك والتنظيم المشترك. في إطار الإطار الثلاثي تحدثنا عن العلاقات والاجتماعات الأخيرة بين الوزارات القطاعية وتحديد النتائج التي وصلت إليها هذه الاجتماعات، وهناك تطور مستمر ونتائج ملموسة للعلاقات الثلاثية. ولكن أيضا تحدثنا عن مستقبل العمل المشترك في هذا الإطار وكيفية التعاون والعمل في بناء التكامل الاقتصادي وكيفية مواجهة خطر الأمن الغذائي. السادة الوزراء التقوا بفخامة رئيس الجمهورية والرئيس محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. بعد هذه الاجتماعات قررنا أن نستمر في الاجتماعات القادمة وتشاور والتواصل لكي نبني هيكلية أو مؤسسات لهذا الإطار الثلاثي، وعلى ضوء هذه الهيكلية يتم التخطيط مستقبلاً للعمل المشترك. مرة أخرى أرحب بزملائي في بلدهم الثاني العراق، وأهلاً ومرحباً بكم معالي الوزير سامح شكري ومعالي الوزير أيمن صفدي، وسوف نأخذ بعد حديث الوزيرين مجموعة من الأسئلة من الصحفيين، وشكراً جزيلاً معالي الوزير. تفضل. معالي الوزير الأخ العزيز فؤاد بيه، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وهذا دائما ما هو عهدنا في بلدنا الثاني العراق. وبالتأكيد أن هذه فرصة سانحة لنؤكد مرة أخرى التوجيهات لدى قيادات الثلاثة بلدان
والإرادة السياسية القوية لتعزيز هذا الإطار من التعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني لخدمة مصالح الشعوب الثلاثة على أرضية راسخة من التاريخ المشترك والحضارة والعلاقات الحميمة التي تربط على المستوى الشعبي، ولكن أيضا العلاقة الطويلة التي تربط بين المؤسسات في الدول الثلاثة. الهدف منذ إنشاء الإطار الثلاثي هو دعم العراق، دعم استقراره، الحفاظ على سيادته، الارتقاء به بعد سنوات من التحديات. ومرة أخرى نهنئ العراق وشعبه على الإنجازات التي تمت في المواجهة المكلفة ضد الإرهاب والنجاح في التغلب على هذا التحدي واستمرار العمل الدؤوب من أجل رفعة العراق واستعادتها الكاملة لوضعيتها الإقليمية والدولية، ونحن نعمل سويا لتعزيز ذلك. بالتأكيد كما تفضل معالي الوزير أنه تبحثنا وكان لنا شرف أن نستمع لرؤية فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وأن نتداول فيما بيننا حول الأوضاع الإقليمية والأوضاع الدولية والتحديات العديدة التي تواجه دولنا الثلاثة، واقتناعنا الكامل بأن هذه التحديات نستطيع أن نواجهها بقدر أكبر من النجازة والقدرة من خلال هذا التعاون فيما بيننا، بما يحقق مصالحنا المشتركة ويعزز من تكوين رؤية موحدة لكيفية التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها. نحن نعمل في إطار تعزيز الآليات، تبحثنا حول ما وصلنا إليه من إنجاز في إطار التعاون في القطاعات المختلفة الاقتصادية وتشكيل الآلية التي تستطيع التنسيق فيما بيننا والاطلاع على التفاصيل، وأيضا دفع قوة الدفع لاستكمال ما أنجزناه حتى الآن وإيجاد فرص ومجالات جديدة من التعاون تعزز من هذه العلاقة والفوائد العائدة على شعوب البلدان الثلاثة. نتطلع إلى استمرار العمل، استمرار التنسيق، استمرار تعزيز الأمن القومي العربي من خلال ليس فقط هذا الإطار، ولكن العمل من خلال جامعة الدول العربية والتنسيق الوثيق بما بين الدول، لأننا نجد في إطار الحفاظ على مستقبل شعوبنا ضرورة أن يكون لدينا مثل هذا التعاون ومثل هذا التنسيق ومثل هذه الرؤية التي نعمل من أجل تدعمها ونتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات تتواكب مع تطلعات شعوبنا الثلاثة والشعوب العربية بصفة عامة. أشكرك مرة أخرى وإن شاء الله يكون لنا تواصل مستمر ودورية نحرص عليها جميعا لتعزيز هذا التعاون إن شاء الله. معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا معالي الأخ العزيز فؤاد على طيب الضيافة، وكما قال الزميلان العزيزان نحن هنا في سياق متابعة آلية التعاون الثلاثي التي أطلقتها قياداتنا سبيلا من أجل تعزيز عملنا المشترك خدمة لشعوبنا وخطوة مؤسساتية ممنهجة لتحقيق الأفضل في جميع مجالات التعاون الكثيرة والمتاحة أمامنا. تشرفنا اليوم بلقاء القيادات العراقية، فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء وسيادة رئيس مجلس النواب، وتشرفت بنقل تحيات سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله إليهم وإلى أهلنا في العراق. ورسالتنا اليوم أننا نرى إلى تعاوننا المشترك حاجة وضرورة من أجل زيادة قدرتنا على مواجهة التحديات الكثيرة والمتنامية في منطقتنا، سواء فيما يرتبط بتبعات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على
الأمن الغذائي والطاقة وأسعار السلع، وأيضا فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية التي نعمل جميعا من أجل تجاوزها وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي نحتاجه جميعا. فلن أضيف كثيرا إلى ما ذكره الزميلان، سوى أن أؤكد بأننا ماضون في تعاوننا، الرؤى واضحة، الإرادة صلبة، والعمل ممنهج ومستمر، ونؤكد مرة أخرى على أننا نقف إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات، لأن أمن العراق أمننا واستقرار العراق استقرارنا، وإنجاز العراق هو إنجاز لنا جميعا. فنقف إلى جانب العراق الشقيق بكل طاقاتنا وبكل إمكاناتنا وبكل قدراتنا، ومرة أخرى نرى في آلية التعاون الثلاثي سبيلا لتعظيم قدراتنا المشتركة على الإنجاز وعلى مواجهة التحديات. وكما ذكر الزميلان، كنا خلال القمم التي تمت قطعنا مسافات واسعة باتجاه تعريف الفرص التي يمكن أن نعمل معا عليها، سواء في قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البري، الربط الكهربائي إلى غير ذلك. واليوم أعتقد توافقنا بشكل أساسي على خطوة باتجاه مأسسة أعمق لهذا التعاون عبر إنشاء آلية تضمن متابعة حثيثة ومستمرة وناجعة للإنجاز الذي يتم. تحدثنا كما ذكر الزملاء أيضا في الوضع الإقليمي وجهودنا المشتركة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وبالطبع تحدثنا فيما يتعلق بقضيتنا الأساس، القضية الفلسطينية، وجهودنا المستمرة من أجل إسناد أشقائنا الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة كاملة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة. نتابع هذا اللقاء بلقاءات أخرى على مستويات متعددة، قطاعية ومهنية وفنية، لأننا نعتقد أن في ضوء التحديات المتعاظمة يجب أن يتعاظم جهدنا وعملنا المشترك، وأمامنا خريطة طريق واضحة لتحقيق خطوات عملية باتجاه إنجاز المزيد من التعاون. فمرة أخرى كل الشكر أخي فؤاد على طيب الضيافة، وكل الشكر أيضا لأخي سامح على هذا الجهد المشترك الذي نقوم به اقتناعا من أننا تنفيذا لرؤى قياداتنا ماضون في عمل جاد ممنهج منتج إن شاء الله، لنخدم بلداننا ونخدم شعوبنا ونسهم في تعزيز العمل العربي المشترك إن شاء الله. فشكرا لكم. شكرا لكم. نأخذ بعض الأسئلة. تفضل، قدم نفسك وتفضل. وليد إبراهيم، قناة الجزيرة. اسمح لي معالي الوزير الدكتور فارس، قلت من ضمن ما تحدثت فيه في هذا اللقاء هو تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول الثلاثة وعلى دول المنطقة بشكل عام، وقلت أن تم دراسة تأثيرات وبعد هذا الوقت هذه الحرب على الوضع السياسي والاقتصادي. جانبك تحدثت بشيء من التفصيل عن الوضع الاقتصادي لكن لم تتحدث عن الوضع السياسي. على وجه الدقة، ماذا تناولتم في موضوع الجانب السياسي والتأثير أو تداعيات هذه الحرب على البلدان الثلاثة؟ فلا تسمح لي مع الوزير الصفدي، مع الوزير الأردني، منذ سنوات نسمع عن نبوب النفط العراقي إلى الأردن، سنوات عديدة كان هناك حديث كبير لكن حتى الآن لا يوجد تنفيذ. هل تم مناقشة هذا الأمر في هذا اللقاء، موضوع البدء بتنفيذ مد النفط أو نبوب النفط من العراق؟ شكرا جزيلا. تفضل. تفضل سيدي. شكرا جزيلا. بالنسبة للجانب السياسي للحرب، طبعا هناك تأثيرات اجتماعية، سياسية، اقتصادية بسبب الحرب على مختلف المجتمعات. كان بالأمس لنا اجتماع افتراضي، الجامعة العربية شكلت مجموعة تسمى مجموعة الاتصال، ومعالي الوزيرين هما عضوان في هذه المجموعة بالإضافة إلى وزير خارجية الجزائر، وزير خارجية السودان،
وزير خارجية الإمارات وأيضا وزير خارجية السعودية. بالأمس كان لنا اجتماعا افتراضيا لهذه المجموعة لكيفية تفعيل هذه المجموعة. المجموعة ذهبت إلى موسكو وإلى وارشو، وكان لنا لقاءات مع المسؤولين الروس، مع علي الوزير لافروف، وأيضا مع وزير خارجية أوكرانيا. فنطرح هذه المسألة في إطار هذه المجموعة، وتم مناقشة كيفية تفعيل المجموعة وكيفية التواصل مع الدول الأخرى، لأن استمرارية الحرب لا تؤثر فقط على الوضع الاقتصادي العالمي ووضع الاقتصادي في المنطقة، ولكن أيضا استمرارية الحرب تؤثر على الوضع السياسي. فهناك جبهات مختلفة لهذا الحرب، جبهات سياسية مختلفة. إذا درسنا هذه المسائل، وسوف نطرح بعض الأفكار مستقبلا في المستقبل القريب على الوزراء المعنيين، ولتحديد الخطوات التالية في إطار العمل السياسي من أجل التواصل مع طرفي النزاع، وأيضا من أجل التواصل مع الأطراف الأخرى التي تهم هذه المسألة. شكرا جزيلا معالي الوزير. سيدي، نحن عندما بدأنا الحديث في إطار آلية التعاون الثلاثي كان المنطلق أن نعرف المساحات والقطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، وأنجز الكثير فيما يتعلق بالنقل البري، تدفق السلع، نقل البضائع، والآن نجد أن الوضع أفضل مما كان قبل انطلاق هذه العملية، حيث تم التوقيع على عديد اتفاقيات وتم إيجاد وسائل أكثر من أجل التعاون بين دولنا الثلاث. هنالك أيضا موضوع الربط الكهربائي، الأردن ومصر بينهما رابط كهربائي، واتفقنا نحن وأشقائنا في العراق على الربط الكهربائي أيضا، وتم توقيع الاتفاقية والعمل مستمر، ونتوقع إن شاء الله أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية في بداية العام القادم بعد إكمال أعمال البنى التحتية الضرورية. فيما يتعلق بأنبوب النفط، أيضا نعتقد أن هذا مشروعا ينعكس بشكل إيجابي كبير على العراق وعلى الأردن، وأيضا على أشقائنا في جمهورية مصر العربية، لأن الرؤية هي أن ننطلق من الأردن باتجاه الربط باتجاه جمهورية مصر العربية. أيضا هذا مشروع كبير يحتاج إلى كثير من الدراسات، يحتاج إلى كثير من التوافقات، وحسب تقييمنا المشترك بأن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق هذا المشروع قد تمت، وننتظر الآن الخطوات الأخيرة. وكما قلت مشروع كبير لناحية المبدأ تم التوافق عليه، لناحية الدراسات الأولية التي تثبت جدوى المشروع تم التوافق عليها، ولناحية التحضيرات لإطلاق العمل فيه أيضا أنجز حوالي حسب ما توافقنا عليه اليوم حوالي 80%. فنحن ماضون، لكن مرة أخرى نأخذ بعين الاعتبار بأننا بدأنا بشكل كلي، حددنا كل القطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، ومضينا حيث كان هنالك فرص سريعة للتقدم، تحديدا فيما يتعلق بقضايا مثل النقل وموضوع الطاقة كان أسهل الشبك الكهربائي، وهنالك أيضا حديث عن المدينة الصناعية أو المنطقة الحرة على الحدود الأردنية العراقية، وحيث ستعمل الدول الثلاث من أجل إطلاق هذه المدينة موقعا استثماريا يأتي إليه كل من يرى جدوى في الاستثمار، من أجل مرة أخرى أن نحقق التكامل الاقتصادي بيننا. وفيما يتعلق بهذه المدينة، أعتقد أننا قطعنا حوالي 90% من الطريق باتجاه إطلاقها، والآن في المرحلة الأخيرة من إنهاء التحضيرات التي ستطلق عملية بدء جذب الصناعات والاستثمارات لها. شكرا. أحمد. يعني نفهم أن التكامل الاقتصادي هو أساس العمل المشترك بين الدول الثلاث، العراق ومصر والأردن، ويعني ينبغي أن تكون هذه الأعمال مبنية على أساس المنفعة المشتركة بين البلدان الثلاث وحتى شعوبها. لو أردنا أن نسأل عن
مقدار المنفعة الحقيقية التي ستصب على شعوب الدول هذه البلدان الثلاث. وكذلك نسأل، يعني تحدث السيد وزير الخارجية المملكة الأردنية الهاشمية عن المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية بين البلدين، كذلك موضوع الربط الكهربائي، متى نجد أو نتلمس هذه الخطوات الحقيقية تطبق على الواقع؟ هل هناك مدة زمنية محددة أن التحديات لا تزال تواجه هذه المشاكل؟ شكرا. اذا تسمح لي حول التكامل الاقتصادي اذا جلالتك تتحدث. بالتاكيد انه هذا التكامل والتركيز على الشق الاقتصادي في العلاقه شيء نعززه، ولكن ده لا يمنع انه ايضا هناك اطار سياسي في اطار التواصل والتنسيق ازاء القضايا الاقليميه والدوليه، وبالتالي فهي علاقه متكامله، علاقه تسعى إلى أن يكون لنا تأثيرنا ونستطيع من خلاله أن نعزز من مكانة الدول الثلاثة، من قدراتها السياسية، من استقرارها والحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية. لكن طب بالتأكيد أنه مركز هام في إطار هذه العلاقة هو التكامل الاقتصادي فيما بيننا، وما تدر هذه المشروعات المشتركة من فوائد أكيدة على شعوب البلدين، من حيث توفير فرص العمل، من حيث دفع العجلة الاقتصاد، البنية الأساسية المرتبطة بهذه المشاريع وما يفوقها، سواء في النقل، في المواصلات، في الربط الكهربائي، وما يتيح من فرص لتكثيف القدرة الصناعية وتوفير الطاقة، الربط بالأنبوب والاستفادة من البنية الأساسية في الدول الثلاثة في إطار التكرير وفي إطار التصدير وتنوع مراكز تصدير النفط العراقي، أمر مهم حتى يكون هناك المرونة الاقتصادية الكافية اللي تعزز من الفائدة والعائد المرتبط بالمورد والثروة العراقية. نحن كما تحدث معالي الوزير نسير بخطى وثقة، وفي نفس الوقت ندرك ضرورة إسراع هذه الخطى حتى يكون هناك واضح للشعوب الثلاثة العوائد المباشرة لهذا. وأتصور أنه ربما قضية الربط الكهربائي تكون الأقرب إلى الانتهاء نظرا لما تم إنجازه، سواء على مستوى الربط فيما بين مصر والأردن وهو قائم منذ سنوات ويوفر للأردن قدر من الطاقة التي تحتاجها، ولكن أيضا هذا سوف يأتي بطاقة للعراق من مصر ومن الأردن تجعل هناك قدرة على الانطلاق في توسيع رقعة النشاط الصناعي وتوفير هذا الاحتياج من الطاقة للمواطن وتأثيره المباشر على حياة المواطن بصفة يومية. مشروعات الصناعية في جذب الاستثمارات إلى المنطقة الصناعية وأيضا ما تفرزه من عمالة وحركة اقتصادية هي فائدة متبادلة ومتساوية فيما بين الدول الثلاثة، وبالتأكيد عندما نجد البنية الأساسية والإطار التشريعي والدعم الحكومي يشجع المستثمرين في كل من مصر والأردن وما يتعدى ذلك إلى الدول العربية الأخرى الشقيقة والدول الأجنبية للاستفادة من هذه الحوافز وتسكين صناعات توفر احتياجات المجتمعات الثلاثة، ولكن أيضا تؤتي بقدرة تصديرية لها فائدة في دعم الاقتصاد للدول الثلاثة. فالحقيقة هذا إطار واعد، وعلينا أن نكثف جهودنا وعلينا أن نعمل على تذليل أي عقبات، وفي أي علاقة فيما بين الدول لابد أن تكون هناك إنجازات ولابد أن تكون هناك بعض العقبات متصلة بضخامة المشاريع من ناحية، وأيضا بعض الأوجه التي لابد أن يتم استكمالها سواء كانت إجراءات حكومية أو إجراءات تشريعية، لكن هذا يتم تجاوزه من خلال الإرادة السياسية ومن خلال التوافق ومن خلال التنسيق والمتابعة، وهذا هو من ضمن أهداف هذه الزيارة، إعطاء قوة دفع للأجهزة والعمل على تقييم الأمور حتى نستطيع أن نتجاوز أي عوائق بحيث تنطلق الأمور بوتيرة أسرع.
فقط أريد أن أضيف بأن المنفعة المشتركة هي القاعدة التي انطلقنا منها في إطلاق آلية التعاون الثلاثي هذا. بصراحة لن ينجح شيء إلا إذا حقق منفعة مشتركة لكل أطرافه، ومن هنا فنحن نبني على ما هو موجود من تكامل بحيث يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف. عندما نتحدث عن الربط الكهربائي فيه منفعة مشتركة للجميع، العراق يحتاج الطاقة الكهربائية، نحن وأشقاؤنا في مصر قادرون على أن نقدم هذه الطاقة الكهربائية. فيما يتعلق في المنطقة الصناعية، إذا لم يكن هنالك جدوى لن ينجح المشروع. المنفعة المشتركة متحققة لأن هذه المدينة ستكون قادرة على تلبية احتياجات الأسواق في الدول الثلاث. من الذي سيستثمر؟ القطاع الخاص. القطاع الخاص لن يستثمر إلا إذا كان هنالك جدوى لهذه المشاريع، وكما قلت أحيل المشروع الآن إلى مستشار من أجل إعداد الطروحات التي ستقدم إلى القطاع الخاص من أجل أن نبدأ بجذب الاستثمار إليه. موضوع الأنبوب كما قلت أنجز 80% من التحضيرات اللازمة للتوافق عليه، ومن ثم البدء بطرحه. فالمنفعة المشتركة هي الأساس. نحن واثقون بأن آلية التعاون الثلاثي هذه قادرة على أن تعود بالخير على دولنا وشعوبنا الثلاث، وأيضا قادرة على أن تقدم منطلقا لمزيد من التعاون الإقليمي الذي أثبتت التحديات الأخيرة، خصوصا في ظروف جائحة كورونا وبعد ذلك في تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، أن تعاوننا وتكاملنا هو عامل أساسي في نجاحنا في مواجهة التحديات، سواء ارتبطت بالأمن الغذائي أو ارتبطت بغيره من القضايا. القضية الأخرى بأنه كما ذكر معالي الوزير سامح، التعاون هو تعاون متكامل. نحن نتعاون في الاقتصاد، ونتعاون في السياسة، ونتعاون في مواجهة التحديات، ونتعاون بشكل عملي على سبيل المثال في محاربة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا لنا جميعا. الإرهاب خطر علينا جميعا، وعملنا معا على مدى السنوات الماضية في أن نكون جبهة واحدة في مواجهته ميدانيا وفي مواجهة ضلاليته أيضا. فبالتالي هذا الإطار هو إطار مبني على المنفعة المشتركة، إطار مبني على جهد متكامل، وإطار نرى فيه منطلقا لتعاون إقليمي أوسع. السؤال الأخير. السلام عليكم معالي الوزير. وعليكم السلام. تحدثتم عن تعاون في مختلف المجالات وفي شتى المقطاعات، إن كانت قضية المدينة الصناعية وربط الكهربائي، أيضا بقضية التحديات مواجهة الأمن الغذائي، بالتالي هذا قد يوفر بيئة خصبة للاستثمار هنا في العراق وتبادل المنفعة عبر هذا الفم. بالتالي هل العراق جاهز الآن من أجل استقبال هذه الاستثمارات؟ وهل سيوفر البيئة المناسبة والملائمة والنوعية من أجل استقبال هذه الاستثمارات وبالتالي تحقيق هذا التكامل الاقتصادي؟ الزملاء تحدثوا عن العمل المشترك والتخطيط المشترك وبالنتيجة المنفعة المشتركة والمصالح المشتركة. بالنسبة للسوق العراقية، سوق واحدة، والاقتصاد العراقي اقتصاد واحد، ليس فقط بسبب أن العراق دولة نفطية، بل العراق ستكون دولة غازية أيضا، والعراق أساساً دولة زراعية، أي نحتاج إلى إعادة بناء القطاع الزراعي، والعراق دولة سياحية خاصة السياحة الدينية. إذن الاقتصاد العراقي اقتصاد واحد. ما ينقصنا في العراق إلى علاقة بأولاً الوضع الأمني، والحمد لله الآن وضع الأمني مقارنة مع السنوات السابقة قد تحسن، وإلى علاقة بالوضع السياسي العام نوعا ما غير مستقر، ولكن نتمنى أن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة عن قريب وندخل حالة الاستقرار السياسي. والاستثمار يحتاج إلى علاقات دولية، والعراق بسبب تدمير البنى التحتية
لأسباب مختلفة، إلى علاقة بالحرب، إلى علاقة بالحصار الاقتصادي، إلى علاقة بمسائل داخلية. نحتاج إلى استثمار رؤوس أموال، ولكن أيضا نحتاج إلى تكنولوجيا، ولكن أيضا إلى خبراء. إذن ممكن التعاون مع الجانب المصري والجانب الأردني في مجالات مختلفة في هذا المجال، والعلاقات الأردنية والمصرية في هذا المجال أيضا واسعة. يعني نستطيع من خلال التعاون الثلاثي أيضا نستثمر العلاقات الأردنية المصرية مع الشركات العالمية، مع الدول الخارجية، أيضا تجاربهم سواء في الأردن أو في مصر، ندرس تجارب هذه الشركات في هذه الدول لكي ندعوهم للاستثمار في العراق. إذن السوق العراقية سوق واعدة، ومستقبل العراق بالنسبة للاستثمار سواء استثمار الأقليمي، يعني المستثمرين من الدول الأقليمية، أو الاستثمار من الخارج، أنا متأكد سوف يكون هناك تفاعل بين السوق العراقية والمستثمرين ومن الخارج، وخاصة في هذا الإطار بالتعاون مع المستثمرين المصريين والأردنيين، ومن خلالهم التعاون مع المستثمرين في الدول الأخرى. شكرا جزيلا، شكرا لكم. شكرا.